كأس العالم بتوقع أنا بين البرازيل وإسبانيا. اللي هم البرازيل وفرنسا. بين البرتغال والأرجنتين. تمنياتي يكون البرتغال والأرجنتين. برازيل طبعا. أرجنتين إن شاء الله. الأرجنتين من قلتها. والله حد سفيه أجواء كتير حلوة. كأس العالم بتوقع أنا بين البرازيل وإسبانيا. يعني البرازيل معروف إنه من زمان لوضعها وقوية يعني، فبتوقع البرازيل تفوز على إسبانيا أكيد، وخصوصا على إسبانيا تفوز مثلا باثنين واحد 2-0، بس ما ظنش إسبانيا إنه تتحدى البرازيل وتطلع معها. أنا بتوقع إنه النهائي وحابب يكون بين البرتغال والأرجنتين ويفوز فيها البرتغال مشان كريستيانو رونالدو. بتوقع رونالدو راح يجيب هدفين، واحد منهم من ركلة الجزاء وواحد من خارج المنطقة. بتوقع إنه اللي يتأهلوا للنهائي اللي هم البرازيل وفرنسا، وبصراحة راح يعني بتوقع إنها تبقى لعبة قوية والبرازيل بتحسم فيها. في مفاجآت كبيرة، والسعودية بالذات فاجأتنا بأدائها الرائع، كانت قدام الأرجنتين قدام بولندا بالذات، لكن لسوء الحظ ما قدروا يفوزوا. قدر كان تنظيمها رائع جدا وأعطوا أكثر من المطلوب، وهذا نظرا لكلام الكثير يعني من اللي عاصروا المونديالات، إن مونديال قطر أعطى أكثر من أي دولة أعطت أو استضافت المونديال قبل هيك. توقع وصول الأرجنتين إن قدروا يطلع من المجموعات رح يوصلوا للنهائي بكل تأكيد. وفي أيضا منتخبات منافسة رح تكون زي إسبانيا، طبعا نستثنيش منتخبات ممكن تعمل مفاجآت زي بلجيكا مثلا، زي البرتغال. يعني أنا ألمانيا بس حاب الأرجنتين تفوز. أنا توقعاتي مختلفة عن تمنياتي يكون البرتغال وأرجنتين. توقعات إن شاء الله يعني فرنسا وألمانيا تفوز ألمانيا. بحب الدورة الإنجليزية بشكل عام، وكل اللاعبين إنجلترا من الدورة الإنجليزية. النهائي إن شاء الله إنجلترا الطرف الأول، البرازيل.